حقيقة الأمر، قضية ثلث الضامن هي ليس كما يتصوره البعض. هناك كان مشروع، ماكو شيء اسمه ثلث الضامن، يعرفه الجميع في الساحة، ماكو شيء اسمه ثلث الضامن، اكو شيء اسمه ثلث المعطل وافراغه من محتوى واعطائه لقمة سائغة لبقية الفرق السياسيين. هذا امر غير معقول ولن يقبل. من يعترف بوجود الكون الاكبر يجب ان يعترف بآلياته، لان هذا هو شرع الديمقراطية، والديمقراطية هي للأغلبية. وبالتالي حديث انه كان التحالف الثلاثي معطلا من قبل ثلث المعطل، اعتقد انه لم يستطع ان يمضي بحوارات سياسيه مع البقيه. كانوا المستقلين موجودين مكان كسب رضاهم ومضى بتشكيل الحكومه واتى بالثلثين، لكن الاجنده والمشروع لم يكن صائبا، وبالتالي تراجع وتقهقر لهذه المسارات. نعم. الديمقراطيه الحقيقيه ليس فقط فئه معينه، فقط فئه الشيعه، ليس فئويه، الديمقراطيه الحقيقيه الكرد والشيعه والسنه والمكونات يشكلون الحكومه. يعني الديمقراطيه الحقيقيه ديمقراطيه ليس فئويه بل فكريه. جميل.